عقد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه مباحثات رسمية مع فخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية الصديقة، وذلك في قصر كرملين بالعاصمة موسكو بمناسبة الزيارة التي يقوم بها جلالته لروسيا. وفي بداية اللقاء ألقى فخامة الرئيس الروسي كلمة رحب فيها بجلالة الملك المفدى. وأنا أأمل في أن هذه الزيارة ستكون مثمرة مثل ما كان هو الحال في كل زياراتنا السابقة. Мы с вами обсуждали целый ряд возможностей для расширения нашего взаимодействия. قد ناقشنا عددا كبيرا من الفرص لتوسيع التعاون بيننا. Говорите, был на одном. Вот знаю, что вы на этот раз хотели посмотреть возможности нашего оборонно-промышленного комплекса. Надеюсь, вам удалось ознакомиться с тем, что мы можем предложить нашим друзьям и партнерам. وأنا أأمل في أنكم نجحتم في الاطلاع على ما يمكننا أن نقدمه لأصدقائنا وشركائنا. Хотел бы вас лично узнать ваше мнение о том, что вы сегодня увидели. ونحن نتطلع إلى أن نستمع برأيكم حول ما شاهدتم اليوم. И, разумеется, сегодня очень важно поговорить о вашем видении того, что в регионе происходит. وبطبيعة الحال من المهم أن نتحدث اليوم حول رؤية У меня была сейчас возможность в Китае поговорить с некоторыми нашими коллегами из региона по этим же проблемам. В этой связи ваш визит, ваша речь там очень своевременным является, и я очень рад вас видеть. تأتي في وقت مناسب وأنا سعيد جدا. صح. دبر مشروع. أهلاً. شكرا شكرا. احنا نشكر فخامة الرئيس على الدعوة والاستقبال والحفاوة. وننقل لفخامة تحيات أهل البحرين. وسعدنا اليوم بالمعرض المنظومات العسكرية الحديثة المتطورة. ونائب رئيس الوزراء ومعالي وزير الدفاع يعني استقبلونا استقبال طيب وحافل. وفي الواقع طمعنا أكثر في يعني معرفة هالمنظومات المتقدمة. كذلك احنا سنبني من العلاقات على ما بنيناه في السابق. ولله الحمد ما اتفقنا عليه في الماضي وفي طريق التنفيذ. И слава Всевышнему, то, о чем мы договорились ранее, сейчас реализуется. وهناك المزيد من ال يعني الأهداف المرجوة اللي نريد تحقيقها بين روسيا والبحرين. Но, разумеется, мы в России и Бахрейне хотим наметить еще больше целей перед нами. وفخامة الرئيس وحكومته لهم تقدير كبير في منطقتنا عموما. Господин президент, вы и ваше руководство, ваше правительство получили
واستعرض الجانبان العلاقات الثنائية وسبل تنميتها ودعمها في المجالات كافة في ظل روابط الصداقة المتميزة والتعاون المتنامي بين الجانبين. وأكد العاهل المفدى اهتمام مملكة البحرين بتطور علاقاتها مع روسيا الاتحادية في كافة المجالات بالشكل الذي يحقق تطلعات البلدين والشعبين ومصالحهما المشتركة، مشيرا جلالته إلى أن التعاون الثنائي شهد نموا مضطردا خاصة فيما يتعلق بالمجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والدفاعية والثقافية والسياحية وشؤون الطاقة في ضوء برامج العمل المشترك الموقعة بين الجانبين. وبحث جلالة العاهل المفدى والرئيس الروسي الأحداث المستجدة على الصعيدين الإقليمي والدولي والتطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، وجدد الجانبان التأكيد على أهمية صون الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة والحفاظ على الأمن والسلم العالميين ومكافحة الإرهاب والتطرف. وشاد جلالته بما شاهده في المعرض من عروض عسكرية حديثة، مبديا اهتمام مملكة البحرين بالمنظمة الدفاعية المتطورة، معربا عن إشادته بما تم عرضه من قبل نائب رئيس الوزراء لشؤون المجمع العسكري من استعداد روسيا للتعاون في مجال علوم الفضاء. ووصف جلالة الملك المفدى محادثاته مع الرئيس الروسي بأنها بناءة ومفيدة وتنعكس آثارها الإيجابية على صعيد توثيق علاقات البلدين الصديقين، مشيرا إلى أن اللقاء كان فرصة طيبة لتبادل وجهات النظر بشأن العديد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.